أرتو أرشاك مهندس الصوت. اتولد أرتو أرشاك في 1 أغسطس سنة 1968. أحب الموسيقى والأغاني من صغره حب كبير. ومن شدة حبه ليهم بدأ حياته بالعمل كدي جي في أكبر فنادق الغردقة. اتنقل بعد كده للعمل في جيت لاين اللي كان من أشهر الأماكن اللي بتنقل الأغاني الغربي من سي دي على كاسيت في وقتها. بعدها بدأ يتعلم هندسة الصوت الاحترافية والتحق بمكان شهير ومعروف في التسعينات وأوائل الألفينات، ستوديو سامز اللي تسجل فيه أشهر الإعلانات التلفزيونية والإذاعية في الوقت ده، واللي كان قبلة وكالات الإعلان وشركات إنتاج الإعلانات ونجوم التعليق الصوتي الإعلاني، نجوم الفويس أوفر. وبعد سامز انتقل لستوديو ليلى، أكبر استوديو تسجيل موسيقى وأغاني في الشرق الأوسط، وكان متخصص في تسجيل الإعلانات والأفلام التسجيلية والدوبلاج، واللي اتعامل فيه مع كتير من نجوم التمثيل والمخرجين. حصل على جائزة أفضل صوت عن فيلم مشبك شعر في المهرجان القومي للسينما في دورته 20 سنة 2015. دلوقتي أرتو بيعمل مهندس صوت حر فريلانسر كطائر محلق في سماء الصوت والموسيقى والفن.